ندخل بقى على الجول. انا دلوقتي مثلا لو عايز انده ديسبلاي في الجول واديها التريل اللي عندي دي، هقوم عامله ايه؟ عامله ديسبلاي، تمام. واول حاجه عندي دي 3، الروت بتاعها 5، الروت بتاعها 5، وفي على يمينها 3 وعلى شمالها 3. نبدا بالتري اللي على اليمين، تمام. اللي على يميني 3، نفتح القوس ونقفل القوس عشان الاقواس ما تتلخبطش. 3 الروت بتاعها 8، وعلى يمينها نل، وعلى شمالها 3 تانية الروت بتاعها 6، وعلى يمينها نل، وعلى شمالها نل. كده انا خلصت الجزء اليمين. نخش بقى على الجزء الشمال. عندي 3 الروت بتاعها 3، وعلى شمالها نل، وعلى يمينها 3 الروت بتاعها 4، وفي نل هنا وفي نل هنا، معلش عشان مكان صغير، تمام. فالمنظر ده هو ده، بس انا اما اجي اكتبها في الجول ببسطها واحده واحده، يعني ديسبلاي زي ما احنا عملنا كده، وبعدين نكتب الروت في النص، وهكذا بقى ناخد كل جزء لوحده. لو ما عملناش كده هنتلخبط. طيب احنا في الكود ده عملنا ايه؟ في كود ديسبلاي احنا بنطلع كل النودز. طب انا لو عايز اطلع الليف نود بس، اللي هو مثلا الستة والاربعة بس، عادي. هنا بدل ما هطلع، يعني لو في حاجة ليها يمين وشمال، رايت وليفت، هقوم عاملة ايه؟ هشيل الرايت اللي هنا. ايه ده؟ سوري، هي دي ايه؟ رايت 5، رايت اكس. هقوم شايلة رايت اكس دي، ساعتها هيطلع بس النودز اللي ايه؟ اللي هي ملهاش يمين وشمال، اللي هي هتبقى على يمينها نيل وعلى شمالها نيل، فهيطلع الاربعة والستة بس، تمام. نخش بقى لو انا عايزة، لو انا مثلا عايزة هنا اضيف 7، عايزة اضيف رقم جديد، عايزة اقاد نود، تمام. هعمل ايه؟ هشوف السبعة، احنا كنا بنضيف ازاي؟ هشوف السبعة اكبر من ولا بتساوي اكبر من ولا اصغر من الخمسة. لو اكبر من الخمسة هقوم لاغية الجزء ده كله وابتدي اخش على الجزء الجديد. هل السبعة اكبر من ولا اصغر من التمانية؟ السبعة اصغر من التمانية، فهقوم لاغية الجزء ده كله. نخش بقى على الستة، السبعة اكبر من الستة ولا اصغر من الستة؟ اكبر منها، هتقوم محطوطة على يمينها. ده اللوجيك بتاع الاد. هشوف الاول الرقم اكبر من ولا اصغر من الروت، الروت اللي عندي ده، او الروت ده، او ده كان روت، يعني احنا لما شفنا الروت ده لغيناه ودخلنا على ده كأنه هو الروت الجديد. فانا لو عايز اضيف رقم، الاول هقارن بينه وبين الروت، لو اكبر منه هعمل حاجه ولو اصغر منه هعمل حاجه. نشوف هنكتبها ازاي ككود. بس في حاجه، انا ما ينفعش اضيف رقم موجود في التري، يعني انا لو جيت قلت لك عايز اضيف 3 مثلا، ما تضيفهاش، لان هي في اوريدي 3 في التري. نبتدي بقى نشوف اول كونديشن عندي. نرسم بس تري كده عشان نشرح عليه. نشوف اول كونديشن عندي، لو انا هضيف رقم موجود، ماشي. نعمل الفانكشن بتاعتي. اول كونديشن عندي لو هو ايه؟ اصلا موجود. هي الاد دي اولا بتاخد ايه؟ بتاخد التري، بتاخد تري، يعني نعتبر ان دي في البريديكت اد، بتاخد تري وبتاخد انتجر، وبتاخد ايه؟ التري الجديده بعد ما اضيف الانتجر ده. يعني هاخد التري دي مثلا وهاخد 7 وهيطلع لي التري بعد ما ضفت السبعة، ماشي. فاد هنا هتاخد ايه؟ هتاخد تي. احنا قلنا اول كونديشن لو هو ايه متكرر، ليفت والروت والرايت، تمام. طب لو هو مدخل لي روت برضو، يعني الروت ده هو الرقم اللي هو مدخله، ممكن نكتبها كده، وممكن نكتبها اكس، وفي الكونديشن نعمل ان اكس ايكوال روت، بس كده اسهل. يعني هعمل ايه؟ هطلع له التري زي ما هي. يعني هو مثلا لو مدخل لي 5، مدخل لي هنا 5 ومدخل لي هنا التري 5 و8 و3، هعمل ايه؟ هسكيب عادي وهطلع له التري زي ما هي، مش هضيف فيها، مش هغير فيها اي حاجه. فهقوم مطلعه له برضو تي اوف ليفت وروت ورايت، ماشي، عشان بس مفيش مكان. ده كده اول كونديشن عندي، تمام. تاني كونديشن بقى اللي هو انا خلاص وصلت للمكان اللي انا عايز اضيف فيه. يعني انا السبعة هضيفها فين؟ السبعة هضيفها، السبعة اصغر من 8، السبعة هضيفها هنا،
تمام. لو انا خلاص وصلت اللي انا عايزاه، لو انا وصلت خلاص اللي هي الثمانية مثلا، وهضيف السبعة هنا، على يميني نال وعلى شمالي نال. ماليش دعوة على يميني، انا هضيف على شمالي، فانا على شمالي دلوقتي كله نال، فعندي الكونديشن بتاع اد. لو هو التري نال، يعني انا هفضل انده على نفسي، هنشوف هنده على نفسي ازاي. لو نل وهو مدخل لي الاكس اللي هو عايز يضيفها، هبعت ايه؟ هبعت تري. انا كده كريت نوت جديده، على يمينها نل وعلى شمالها نل، والاكس ونل. تمام. لو انا خلاص انا وصلت المكان اللي انا عايزه. طب انا لو لسه هنا واقفه ما وصلتش المكان اللي انا عايزه، هعمل اد التري اللي هو بعتها، هيبقى فيها بقى ليفت ورايت، ليفت وروت ورايت، تمام، والاكس اللي هو عايز يضيفها، والتري اللي هتطلع هنشوف اللي هيطلع دلوقتي. بس الاول نشوف احنا هننده على ايه. انا دلوقتي مديك تري والاكس اللي عايز اضيفها. الاول هتشيك، هقارن بين الاكس والروت. لو الاكس اكبر من الروت كده ايه، مين اللي هيتغير؟ انا هقوم شايله النص ده واشتغل على الرايت، فمين اللي هيتغير؟ الرايت. هقوم نادها على الفانكشن تاني بس بايه، بالنص الجديد ده، تمام، اللي هو ده هيبقى الروت الجديد. السبعة لسه مش موجوده، ده هيبقى الروت الجديد. هقوم نادها على الفانكشن تاني بقى بس بايه، بالنص ده. فاقوم نادها اد، واديها مين؟ هديها الرايت، واديها نفس الاكس اللي انا عايزه اضيفها. هترجع لي مين بقى؟ هترجع لي رايت جديد بعد ما هيكون ضاف مين؟ السبعة. فهترجع لي مثلا نيو رايت، تمام. التري بقى اللي هتطلع لليوزر هتبقى ايه؟ هتبقى تري اوف الليفت. حصل له حاجة؟ لا، الليفت ما اتغيرش، الروت زي ما هو. هرجع بقى نيو رايت، يعني هو خلاص هرجع بقى التمانية بعد ما ضاف نيو رايت. الكلام ده لو الاكس اكبر من الروت. لو الاكس اصغر من الروت هنعكس، هنعمل اد تي برضو. دي التري اللي انا باخدها، ليفت وروت ورايت، والاكس اللي انا عايزه اضيفها، والتري اللي هترجع لي هنشوفها بعد ما ننده. يعني الاول انا هقوم ندها الاد. لا، هتشيك الاول الاكس اصغر من الروت، تمام. لو الاكس اصغر من الروت انا بلغي النص ده وبشتغل على الليفت، بشتغل على الليفت بس. فهقوم بعت ايه؟ بعت الليفت والاكس، وهيرجع لي نيو ليفت، هيرجع لي نيو ليفت بعد ما يضيف ايه؟ الاكس اللي هو عايزها دي، نيو ليفت. فالتري اللي هتطلع لليوزر هتبقى عبارة عن ايه؟ هتبقى تري اوف النيو ليفت، عشان الليفت خلاص اتغير، والروت. الرايت حصل له حاجة؟ لا، فهحط الرايت زي ما هو واقفل القوس. دي كده لو انا عايزه اد ليف، مش اد نود، يعني هاد ليف، هي اد ليف، هي اد نود. اللي هيختلف بعد كده ان انا اد روت، يعني هو انا عارفه ان الرقم ده هيتحط في الاخر، هيتحط في الاخر، هيتحط في الاخر. هنيجي بعد كده بقى نشرح لو انا عايزه احطه في النص هنا، اللي هو كاد وكروت، مش ان انا احطه وانت تحطه لي على مزاجك في اخر التري، تمام. ندخل بعد كده بقى على الديليت نود. ايه اللوجيك بتاع الديليت عندي في التري؟ انا مثلا لو عايزه امسح الخمسه هعمل ايه؟ هقوم ماسكه اليمين بتاع الخمسه دي، اجيب اصغر رقم فيه واقوم حاطاه مكانها. يعني نيجي على التري دي مثلا، همسك الخمسه، انا عايزه امسح الخمسه، هقوم ماسكه النص اليمين ده، ايه اصغر رقم هنا؟ السبعه. هقوم شايله السبعه من هنا وحاطه السبعه هنا. التري هتبقى شغالة صح. التمانية فعلا أكبر من السبعة، والتلاتة أصغر من السبعة. فده اللوجيك بتاع الديليت، إن أنا بدور على أصغر رقم على يميني، اللي هو أي أصغر رقم على يميني اللي هو أيه، بيبقى في أقصى الشمال، أي أقصى ليفت، تمام. وببدله ببدل بينه وبين مين؟ بين اللي هي الروت اللي أنا عايزة أمسحه. يعني أقوم شايلة الخمسة دي وحاطة مكانها أيه؟ السبعة، تمام. ما ينفعش السبعة تفضل مكانها، لان خلاص انا استخدمتها فوق، فلازم ايه؟ اشيلها. نشوف هنكتب الكلام ده ككود ازاي.
انا هنا عندي كام كونديشن، ممكن يكون هو مديني نود ما فيش على منها حاجة، يعني مثلا ممكن يديني 3 زي دي 5 3، وعايزة امسح الخمسة. كل اللي هعمله ايه؟ هقوم شايلة الخمسة والتري هتبقى التلاتة. نفس الكلام لو عندي 5 و8، كل اللي هعمله اما اجي ديليت الخمسة ايه، هشيل الخمسة وهيتبقى لي التمانية. تمام. في كونديشن ايه تاني؟ لو تري زي دي، بلاش دي مش باينة برضو. عندي بقى ايه؟ لو انا مثلا مش عايزة امسح الخمسة، عايزة امسح التمانية، ما التمانية دي تعتبر روت برضو، التمانية دي تعتبر روت، فهعمل ايه برضو؟ هقوم داخلة على شمالها وشايفة. بس الاول عملت ايه؟ دخلت على الخمسة، شفت التمانية اللي عايزة امسحها دي اكبر من الخمسة ولا اصغر من الخمسة، فلو اكبر منها اقوم برضو لاغية الجزء ده ونذهب الجزء ده. فنشوف بقى ايه الحاجات دي ككود نكتبها ازاي. يبقى احنا قلنا اول كونديشن عندي ان هي ممكن يكون في على يمينها حاجة، يعني تكون اللي هي كانت دي، ممكن يكون على شمالها بس او ممكن يكون على يمينها بس. فنكتب الكونديشن ده ازاي؟ هي الاول فانكشن، الفانكشن في البريديكت فانكشن ديليت، تمام، بتاخد 3 والانتجر اللي انا عايزه امسحه وبترجع لي ايه؟ التري الجديده. هكتبها بقى ككود ازاي؟ اول كونديشن احنا قلنا اللي هو ممكن يكون ايه، التري اللي هو مديهاني على شمالها نل والرقم وعلى يمينها ايه، في رايت، مش مشكله ايه هو، وفي الاكس وفي الاكس اللي انا عايزه امسحها. ساعتها التري الجديده هتبقى ايه؟ يعني انا لو في التري دي اديته الخمسه والتلاته واديته الخمسه، المفروض يرجع لي التلاته، او هنا 5 و8 اديته 5 و8 دي 3 واديته الخمسه اللي انا عايزه امسحها، المفروض يرجع لي 8 بس اللي هو الرايت بس او الليفت بس. طب هنا لو هنا في رايت هيقوم مرجع لي ايه التريك جديده؟ الرايت بس من غير الاكس. نفس الكلام لو في ليفت واكس ونل اللي هو في شمال بس وما فيش يمين، ومديته الاكس، الاكس هي الاكس بتاعت الروت اللي انا عايزه امسحه، هيرجع لي ايه؟ هيرجع لي الليفت اللي هي كانت التلاتة بس. تمام. طيب كده احنا خلصنا 2 كونديشن. في كونديشن تاني بقى، لو انا مثلا واقفه هنا عند الخمسه وعايزه امسح لسه التمانية، يعني مش لسه عايزه امسح الخمسه، يعني الروت اللي عندي مش هو الروت اللي انا عايزاه. تمام. فعندي مثلا ديليت تي في ليفت والروت والرايت، وفي الاكس اللي انا عايزه امسحها، الاكس مش هي الروت يعني لسه. تمام. وفي التري اللي هترجع لي لسه، هنشوف ايه هي بعد ما نشوف الكونديشن. تمام. هشوف الاكس اكبر من الروت ولا الاكس اصغر من الروت، يعني هتحرك يمين ولا هتحرك شمال. لو الاكس اكبر من الروت يبقى اتحرك يمين، يبقى مين اللي هيتغير عندي؟ رايت. فهقوم ندها ديليت تاني بس مين بقى؟ بالرايت. بالرايت وبالاكس برضو، انا لسه ما وصلتلهاش، هيرجع لي نيو رايت. تمام. طيب ساعتها هكتب ايه هنا؟ الليفت عندي اتغير؟ لا، فهكتب ليفت والروت زي ما هو والنيو رايت اللي هيرجع لي بقى، سواء هو يعني ان كان ايه. تمام. طب لو الاكس اصغر من الروت، لو الروت هو الكبير، يعني لو الاكس اصغر هتحرك شمال، هكتب نفس الكلام ده بس بدل رايت دي هتبقى ليفت، يعني نكتبها تي اوف ليفت وروت وي رايت. والاكس والثري اللي هترجع لي لسه بنشوفها، يعني هي مش حفظ والله، هي فهم. يعني انا هنا، يعني انا هنا هشوف الاكس اصغر من الروت عشان ما تتحفظش، هقوم نادها الديليت. مين اللي هيتغير عندي؟ الشمال، يعني انا هلغي النص ده كله
وهقوم ندهها الدريت تاني بس بالجزء ده. هعمل دريت اديها الليفت والاكس اللي انا عايزه امسحها، هتقوم رجع لي مين نيو ليفت، هترجع لي ليفت جديد بعد ما يتمسح بقى ويعمل اللي هو عايزه. طيب الليفت عندي اتغير، بقى نيو ليفت، والرود زي ما هو ما اتغيرش، والرايت زي ما هو ما اتغيرش. تمام، ده كده الكيس بتاع لو هو على اليمين او على الشمال. طب لو انا بقى خلاص وصلت له وفي على يمينه حاجات وفي على شماله حاجات، ابتدي بقى اشوف الطريقه اللي احنا قلنا عليها، ان انا اجيب اقصى اصغر رقم على يميني اللي هو اقصى الشمال، وايه وامسحه وابدل بينهم. طيب كده انا هحتاج فانكشن تانية اسمها ديليت مينيمم. ديليت مينيمم دي بتعمل ايه؟ بتمسك بتدور على اصغر رقم في التري، اصغر رقم وبتمسحه وبترجعه لي. يعني انا هنا عايزه اعمل ايه؟ لو انا عايزه امسح الخمسه، هقوم داخله على الجزء ده ادور على اصغر رقم اللي هو مين؟ 7، وارجع ال7 عشان احطها مكان الخمسه. تمام، فانا هحتاج فانكشن اسمها ديليت مينيمم. يبقى هنعمل فانكشن في البريديكت اسمها ايه؟ ديليت مينيمم. دي هتاخد التري اللي هو مثلا هتاخد الرايت ده، مش انا بجيب اصغر رقم على يميني، فهي هتاخد التري اللي على اليمين دي. هترجع لي ايه بقى؟ هترجع لي انتجر اللي هو اصغر رقم، وبترجع لي التري بعد ما امسح الانتجر ده. تمام، يعني هي هتاخد التري اللي عايز يتمسح منها اصغر رقم اللي هو مثلا ده، وهتاخد وهترجع لي، المفروض ترجع لي 7، والمفروض التري دي ترجع لي 8 نل ونل. طيب نشوف نكتب الكلام ده ككود ازاي. فرضا ان انا عندي مثلا تري زي دي 5 و8، تمام، وعايز امسح الخمسة. يعني هو فضل يعني هو بعد ما نده الديليت مينيمم وصل للتري دي وعايز يمسح الخمسة، هنعمل زي ما عملنا في الديليت العادي، هنشيل الخمسة وارجع له ان التمانية دي هي الانتجر اللي عايزه، ماشي، وارجع له التري اللي هي 8 بقى. سوري، هو انا قصدي مثلا ايه؟ لو انا فضلت انزل لحد ما وصلت خلاص لاصغر رقم بس لسه في على يمينه حاجه، هعمل ايه؟ هقوم مرجع له اصغر رقم ده في الايه، في الانتجر، ماشي، هشوف الرقم ده، الرقم ده المفروض ما يبقاش ليه ليفت تاني. يعني انا خلاص وصلت لاصغر رقم في التري بس في على يمينه حاجه، فالمفروض ايه اللي على يمينه ده هيجي مكانه، فالتري اللي هترجع لي الجديده ايه؟ التمانية اللي هي الرايت. ما ينفعش يبقى فيه ليفت، ما لو فيه ليفت انا لسه هنزل لها. تمام، فاول كونديشن عندي لو ديليت مينيمم واخده تري فيها الرقم اللي انا خلاص عايزه امسحه، سوري اصغر رقم، وفي بس لسه فيه على يمينه حاجه بس ما فيش على شماله حاجه، ما ينفعش يبقى فيه على شماله حاجه، ماشي. هقوم رجع ايه بقى للتري؟ هقوم رجع لها اصغر رقم ده اللي هو الاكس، والتري اللي هترجع لها بعد ما امسح الاكس دي اللي هي مين؟ الرايت. ده كده اول كونديشن. طيب تاني كونديشن بقى، لو انا لسه ما وصلتش، يعني انا لسه في على شمالي حاجه، تمام، هعملها ازاي؟ لسه في على شمالي حاجه، ادي تي ليفت والروت والرايت، ماشي، هشوف هيرجع ايه. انا المفروض هيرجع لي حاجتين بس لسه مش دلوقتي. هقوم نده على الفانكشن تاني ديليت مينيمم دي، هنده عليها تاني بس بمين بقى؟ بالليفت. ما انا هفضل هنده لحد ما الليفت ده يبقى نل، يعني ده الستوبنج كونديشن بتاعي، بفضل هنده لحد ما الليفت ده يوصل لنل، يعني خلاص ده يبقى اقصى شمال، اقصى شمال على اليمين، يعني اقصى هنا ده اليمين اقصى الشمال بتاعه. تمام، هنده دريت مينيمم اديها الليفت، هفضل انده على الليفت لحد ما يوصل للاكس اللي هي اصغر رقم، ويرجع لي نيو ليفت. هقوم واخدهم حطهم هنا، هحط هنا اكس اللي هو اصغر رقم، وهنا هنا تري بالنيو ليفت عشان الليفت هو اللي بيتغير.
ما دي التري اللي هترجع بعد ما امسح. طيب النيو ليفت ده اللي رجع لي والروت والرايت ما حصلوش حاجه. تمام. ندخل بقى لو انا عايزه اد روت اللي قلنا عليها في اول الفيديو. دلوقتي انا لو مديك تري زي دي مثلا وعايزه الروت الجديد يبقى 2، ايه اللي هيحصل؟ 2 هي اللي هتبقى الروت الجديد، هيبقى على يمينها مين؟ الخمسه والثمانيه والثلاثه، لو الثلاثه دي فيها واحد مثلا ماشي، الخمسه والثمانيه دول اساسي هيتحطوا لان هما ايه اكبر منها، يعني الاثنين اصغر من الخمسه، فهي اكيد اصغر من اي حاجه على يمين الخمسه، فهحط على يمينها الخمسه والثمانيه. طب نمسك الشمال، الشمال عندي 3 و1، ابتدي امسك الثلاثه، الثلاثه اكبر من الاثنين واصغر من الاثنين؟ الثلاثه اكبر من الاثنين، فالثلاثه اصغر من الخمسه، هتقوم محطوطه هنا، الواحد اكبر من الاثنين اصغر من الاثنين، فاقوم حاطاه.